أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى يوم جديد وجلسة أعمال جديدة إن شاء الله تشاركني فيها الزميلة إيمان الفايز. صباح الخير إيمان. صباح النور مروان. اليوم مشاهدي الكرام جولة كما عودناكم موسعة على عدد من الفعاليات والملفات الاقتصادية على الساحة المحلية والعالمية، حيث نتابع إن شاء الله مع الزميلة سلام عمرو الاستعدادات لافتتاح معرض بروجكت قطر اليوم، وكذلك ستنضم إلينا الزميلة روان إسماعيل التي تنقل لنا افتتاح مؤتمر ومعرض هندسة المواصلات، بالإضافة إلى فقرتنا القانونية الأسبوعية مع المحامي حمد اليافعي والتي نناقش فيها بإذن الله إشكاليات العلاقة بين المالك وبين المستأجرين، مالك العقار طبعا، وبالتأكيد بورصة قطر واليوم تعود مرة أخرى إلى الارتفاعات قريبا لحظة من 10500 نقطة، وأخبارها إن شاء الله مع السيد شوقي مهدي الصحفي الاقتصادي. نعم مروان، وأيضا لدينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهذه الحلقة مشاهدين نافذة على البورصة السعودية مع الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي السيد تركي صدعق، وأيضا سنناقش توقعات اجتماع أوبك بلس اليوم، أداء أسواق المال الأمريكية مع السيد ناصر زهير الذي سينضم إلينا من باريس عبر سكايب. إذن مشاهدينا على بركة الله، دعونا نبدأ معكم أولى فقراتنا لهذا اليوم. تعود الدوحة مشاهدي الكرام مرة أخرى نشطة مزدحمة بالمعارض والمؤتمرات وموسم جديد. اليوم لدينا انطلاق النسخة 17 من معرض ومؤتمر بروجكت قطر، والتي تنظمه الشركة الدولية للمعارض بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة خلال الفترة من 4 إلى 7 من أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يشارك في بروجكت قطر في نسخته لهذا العام أكثر من 50 عارضا دوليا من 10 دول مختلفة، وبإجمالي 150 عارضا المختصين في مجال التشييد والإنشاءات في أنحاء العالم، في ظل مواصلة سوق البناء والتشييد في قطر البالغة قيمته أكثر من 42 مليار دولار في العام الماضي، دفعه لعجلة النمو في الدولة من خلال مشاريع رائدة تتماشى مع متطلبات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. دعونا ننتقل بكم لمزيد من التفاصيل إلى الزميلة سلام عمرو التي تتابع الاستعدادات لافتتاح معرض ومؤتمر بروجكت قطر. سلام، أولا ما هي أبرز الفعاليات التي ينتظر أن يشهدها معرض بروجكت قطر لهذا العام والقطاعات التي سيركز عليها؟ نعم، صباح الخير مروان، صباح الخير مشاهدينا الكرام. نحن معكم مباشرة من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تجري الآن الاستعدادات الأخيرة لافتتاح معرض بروجكت قطر عند الساعة 1 تقريبا الافتتاح الرسمي. هذا المعرض الذي يعتبر الحدث الأبرز والحدث الأكبر بعد كورونا تقريبا، على الرغم من أن هناك العديد من المؤتمرات والمعارض التي جرت في وتجري في الدوحة، لكن هذا يعتبر الأبرز نظرا لكبر هذا حجم المعرض والمشاركين فيه.
لكن يعني هناك العديد بالنسبة إلى النسخ السابقة، كان هناك العديد من المناقشات وأهداف المعرض، لكن هذه النسخة تعتبر نسخة مختلفة عن النسخ السابقة بالنسبة إلى الأهداف وبالنسبة إلى الظروف. وأيضا كانت النسخ السابقة تركز أكثر على يعني كأس مشاريع كأس العالم 2022، ونحن اقتربنا من بطولة كأس العالم 2022، لكن للحديث أكثر عن أيام المعرض وأهداف هذا المعرض وبأي عنوان سوف يتم الافتتاح، يسعدنا أن نستضيف السيد حيدر مشيمش المدير العام للشركة الدولية للمعارض قطر. بداية صباح الخير، وما أهمية هذه النسخة مقارنة مع النسخ السابقة؟ أسعد الله صباحكم، صباح المشاهدين جميعا. تكتسب هذه الدورة من معرض بروجكت قطر، وهي الدورة 17 بالمناسبة، أهمية استثنائية لكونها تعتبر أول معرض تجاري دولي على مستوى دولي فعلي يقام في دولة قطر بعد جائحة كورونا، كما وأنها تتزامن مع إعلان وزارة الصحة العامة منذ بضعة أيام عن بدء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من تخفيف القيود، فهي بهذا المعنى مؤشر إلى عودة قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات التجارية إلى حالته الطبيعية التي كانت عليها قبل جائحة كورونا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المعرض هو أول معرض يقام في الدولة بعد جائحة كورونا يرحب بمشاركين من خارج الدولة، مشاركات دولية فعلية. تشارك في المعرض هذه السنة 12 دولة، 7 منها تتمثل بأجنحة وطنية رسمية مدعومة من وزارات التجارة أو وكالات التنمية التجارية في دولها. أذكر على سبيل المثال الجناح التركي وهو الأكبر المدعوم من وزارة التجارة التركية، الجناح الألماني المدعوم من وزارة التجارة والطاقة الاتحادية الألمانية، الجناح الإيطالي. فإذا عودة الحضور الدولي التجاري إلى الدوحة هو العنوان الأبرز لبروجكت قطر هذا العام. نعم، لاحظنا يعني كم لعبت العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وهذه الدول دورا بارزا في مشاركة الشركات التابعة لهذه الدول، ومنها ألمانيا التي تشارك بعدد كبير من الشركات لديها ومشاركة رسمية مدعومة من الوزارات داخلها. حدثنا عن هذه المشاركة. كما أسلفت جوابا على سؤالك الأول، الأجنحة الدولية الرسمية هي أجنحة مدعومة من وزاراتها أو من وكالات التنمية التجارية في دولها. عودة المشاركات على هذا المستوى، على المستوى الرسمي، تدلل على عدة مسائل، على رأسها الأولوية الفائقة التي توليها والعناية التي توليها هذه الدول للسوق القطري والعلاقات التجارية مع دولة قطر. ذكرت ألمانيا حضرتك وتفضلت، طبعا نذكر جميعا في العام 2019 وقبل جائحة كورونا كان هناك مؤتمر الاستثمار جرى في ألمانيا على مستوى الحكومات بين ألمانيا وقطر، فإذا ألمانيا هي شريك تجاري بارز لدولة قطر، وألمانيا اختارت معرض بروجكت قطر لتعود من خلاله إلى حضورها التجاري الدولي في دولة قطر. كذلك الأمر مع تركيا، كذلك الأمر مع إيران، كذلك الأمر مع إيطاليا، مع الهند. حيدر، يعني المعرض كنا نتحدث في النسخ السابقة بأنه قطاع البناء والتشييد وطرح مشاريع لكأس العالم 2022، لكننا اقتربنا عام وسوف تبدأ البطولة تقريبا، لكن ما الذي سوف يقدمه المعرض بالنسبة إلى كأس العالم 2022 وما بعده؟ في واقع الأمر هذا السؤال مهم جدا. هناك انطباع عام موجود في السوق وفي الإعلام بشكل عام يتنبأ بأن قطاع البناء مقبل على أفول مجده إن صح التعبير بعد كأس العالم، وهذا في واقع الأمر تحليل نوعا ما بعيد عن الواقع. قطاع البناء في دولة قطر تقليديا هو ثاني أكبر قطاع في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، وهو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي وأكبر مشغل لليد العاملة، فهو بهذا المعنى قطاع استراتيجي. لا يرتبط وجود القطاع وحيوية القطاع بمناسبة على أهمية مناسبة كأس العالم، كما أن في الدولة مبادرات استراتيجية في السنوات الأخيرة، سواء التوجه نحو بناء المدن الذكية أو المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالبنية التحتية، هذه المشاريع وهذه المبادرات لا ترتبط مباشرة بكأس العالم بقدر ما هي ترتبط بإعداد الدولة كدولة لعقود قادمة. فبالتالي
قطاع البناء والطلب في قطاع البناء مقبل على تحول، نعم، ولكنه ليس مقبل على أفول كما يحلو للبعض أن يتنبأ. السيد حيدر مشيمش المدير العام للشركة الدولية للمعارض قطر، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم مباشرة من مركز الدوحة للمعارض، وهذه الاستعدادات للبدء الافتتاح الرسمي لمعرض بروجكت قطر عند الساعة 1 تقريبا. إذن إليك مروان في الاستوديو. شكرا لك سلام عمر، كنت معنا من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وهذه المعلومات عن الافتتاح المرتقب لبروجكت قطر، هذه النسخة والتي تمتاز بالعديد من المشاركات سواء على صعيد الشركات القطاع الخاص أو حتى على صعيد القطاع الحكومي. شكرا لك سلام. إذن مشاهدينا، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية، وهي الفقرة القانونية الأسبوعية مع المحامي حمد اليافع. هي ليست ببعيدة عن القطاع العقاري، وسنناقش اليوم الإشكاليات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية ما بين المالك والمستأجر في ظل ربما تغيرات متسارعة يشهدها القطاع العقاري هنا في دولة قطر. تضاعف حجم القطاع خلال السنوات الأخيرة أدى هذا الارتفاع في حجم معاملاته، بالتبعية الإشكاليات المتعلقة بعقود الإيجارات والالتزامات التي تتضمنها بنودها. مشاهدينا الكرام، نرحب وإياكم بالسيد حمد اليافعي لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. سيد حمد، صباحك الله بالخير. نسلط الضوء في البداية، شكرا، على المشاكل الشائعة التي عادة ما تظهر ما بين الملاك، ملاك العقارات والمستأجرين، ما هي؟ مروان، في الحقيقة المجلس التعاون والمدين في دولة قطر يقولون شراء، يقولون استئجار العقارات أكثر. طيب سيد حمد، سيد حمد اليافعي، سأعود إليك مرة أخرى، لدينا مشكلة في الصوت، سيعود إلينا. كما ذكرنا إيمان، هي واحدة من أكثر المواضيع لربما يعني إنجاز التعبير إزعاجا للمحاكم اليوم. القطاع العقاري الذي يتطور ويتسارع، والقضايا الإيجارية والشيكات والعقود الإيجارية سواء كانت لأفراد أو لأشخاص، كلها بالتأكيد تعكس نشاط اقتصادي، ولكن في ذات الوقت فيها زخم كبير من الإشكاليات، لربما المنازعات الإيجارية دعونا نقول، نعم، التي تشكل جزء كبير من أعمال المحاكم. صحيح. اليوم وأنشئت لجان خاصة حتى في هذا الموضوع لمتابعة المنازعات الإيجارية وغيرها. خلونا قبل المواصلة الحديث مع المحامي حمد اليافعي، نذهب إلى موضوع آخر مع زميلتنا روان إسماعيل. وكما نعلم، جمعية المهندسين القطرية ووزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة إكسبوت لإدارة الفعاليات ومؤتمر، تنظمان مؤتمر ومعرض هندسة المواصلات الأول من نوعه في قطر، والذي ينتظر أن يشكل منصة لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة في مجال هندسة النقل والمواصلات، والاستفادة أيضا من أحدث التقنيات والممارسات المتبعة إقليميا و دوليا. ننتقل معك إيمان إلى الزميلة، نعم، روان. زميلتنا روان موجودة هناك في مقر انطلاق هذا المعرض والمؤتمر لنسخة هذا العام. هذه النسخة هي النسخة الأولى من هذا المعرض والمؤتمر. روان، يسعد صباحك، ما هو الجديد الذي ينتظر؟
انتظر أن يقدمه هذا الحدث لقطاع استراتيجي هنا في دولة قطر كقطاع المواصلات. صباح النور مروان وإيمان، وصباح الخير لكافة مشاهدي شاشة تلفزيون قطر. إذن يعني كما تحدثتم في المقدمة، هو المعرض الأول من هذا النوع، وهو هنا يركز على يعني وسائل النقل بفروعها الثلاثة الرئيسية. طبعا نتحدث عن النقل البري والبحري والجوي، والحقيقة أن المتابعة للجهات المشاركة ضمن هذا المنتدى والمعرض الذي يعقد كما تحدثتم فعلا لأول مرة يلاحظ التنوع الكبير الذي نراه اليوم في الجهات المشاركة والتي تغطي كافة المجالات الثلاثة. هناك مشاركات واضحة من جهات حكومية وغير حكومية، هناك تحديد لحوالي 25 ورقة سيتم الحديث فيها في هذا المنتدى على مدار أيام ثلاثة سيعقد من خلالها. طبعا هناك ورش عمل، هناك ندوات بحثية سيشارك فيها عدد مهم من المتخصصين في مجالات عدة. كثير من المشاركات نراها فعليا من جهات محلية، أبرزها وزارة المواصلات والاتصالات التي ستشارك بمعظم تخصصاتها في ندوات هذا المنتدى. كما سيكون هناك أيضا مشاركة واسعة لشركات محلية مهمة ورئيسية في الدولة، أبرزها الريل وكهرباء وأشغال طبعا، بالإضافة إلى مشاركات أخرى. اللافت هنا إيمان أن الحديث يعني الذي سيكون فيه مجال بحثي واضح ومجال أكاديمي واضح، حيث نرى تواجد أيضا للجهات الأكاديمية طبعا على رأسها جامعة قطر، بالإضافة إلى جامعات ومؤسسات أخرى بينها أيضا أكاديمية الطيران المدني، ستكون جنبا إلى جنب مع الجهات التي تختص بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع. وبالتالي سيكون الحديث هنا ليس فقط عن الجانب الأكاديمي، لكن أيضا عن تطبيق هذا الجانب، البحث عن التحديات وكيفية التغلب عليها، البحث عن المعوقات وكيفية التعامل معها على أرض الواقع، سواء من خلال التجارب السابقة أو من خلال ما استجد في هذا المجال، حيث سيكون هناك استعراض واضح لكل جديد في مجال هندسة المواصلات، سواء كانت هندسة للطرق أو هندسة للمعدات أو هندسة لمختلف الأمور الحديثة التي تستجد في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي كما تحدثت إيمان طبعا، وهو واحد من أهم المجالات نظرا لارتباطه الواسع والكبير بمجالات أخرى متعددة في الدولة. نعم روان. ما هي القضايا المتعلقة بقطاعي المواصلات والهندسة التي ينتظر أن أيضا أن يناقشها المؤتمر خلال أيام الثلاثة؟ نعم مروان، هناك حديث عن بدائل يتم استخدامها حاليا، سيتم الحديث عنها وعن أهم الطرق للاستفادة منها. هناك الحديث أيضا عن حلول لبعض المعوقات الهندسية والتي أيضا تم استحداثها، وبالتالي سيتم تطبيقها والحديث عن تطبيقها في مجموعة من المشاريع التي سيتم تنفيذها حاليا. وهناك ورش عمل وندوات متعلقة بهذا الموضوع. لا ننسى أيضا موضوع التحول الكهربائي، كهرباء حاضرة هنا، وموضوع التحول الكهربائي خاصة فيما يخص حافلات النقل العام حاضرة كذلك، وسيكون هناك ورش عمل متعلقة بهذا الموضوع. هناك الكثير من الحلول والبدائل الهندسية المتعلقة حتى بالجانب الاقتصادي، موضوع الحلول المتعلقة بالتوفير الاقتصادي وكذلك بالمعايير الفنية التي تهدف مختلف الجهات إلى تطبيقها ضمن أعلى المعايير العالمية. إذن الموضوع يطرح الجانب المستجد في كل ما يتعلق بوسائل النقل، ومن ثم أيضا يطرح كيف سيتم تطبيق هذا الجانب بحيث تستفيد منه كافة الجهات المعنية في قطر، سواء على صعيد المشاريع أو حتى على صعيد الأفراد، وطبعا هم أكثر المستفيدين من وسائل النقل بمختلف توجهاتها. نعم روان، ربما شهدنا مشاركة واسعة من عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات هنا في الدولة، هل من المنتظر أن نشهد ربما اتفاقيات ضمن هذا المؤتمر بين هذه المؤسسات وبعضها البعض؟ نعم، هناك الحديث عن بعض الاتفاقيات التي سيتم عقدها بطبيعة الحال، خاصة أنك كما تحدثت إيمان هنا نرى تواجد واضح لكافة الجهات المعنية بقطاع النقل بريا بحريا وجويا. هناك أيضا حديث عن الإعلان عن عدد من الإنجازات أو عن عدد من الإضافات ستشهدها بعض القطاعات، وستقوم الجهات المعنية بالإعلان عنها تباعا خلال أيام هذا المنتدى. ولا ننسى الحديث عن المعرض المصاحب الذي يستعرض بطبيعة الحال كل جديد تقدمه
الجهات المشاركة وعلى رأسها الجهات التي ترتبط بشكل وثيق بقطاع النقل، أبرزها الريل، أشغال، كذلك وزارة البلدية والبيئة، ولا ننسى أنها معنية بشكل كبير بموضوع الطرق وصيانة الطرق بشكل خاص وغيرها من المشاريع. إذن سيكون هناك كما تم الحديث سيكون هناك عدد من الاتفاقيات التي سيتم إعلان عنها ضمن هذا المجال. شكرا جزيلا لك روان إسماعيل، كنت معنا من مؤتمر ومعرض هندسة المواصلات، شكرا على هذه المعلومات. أعلنت مشاهدي الكرام قطر البترول أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. تشكل الناقلات 4 الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. وهذا هو الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول أو أي من شركاتها التابعة مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة هودونغ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل من العام 2020. دعونا نستعرض مع زميلة إيمان الآن أسطول شركة ناقلات والمعول عليه خلال الفترة القادمة. إليك إيمان. شكرا مروان. طبعا مشاهدينا أسطول ناقلات يعتبر واحد من أكبر أساطير نقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، فهذا الأسطول الذي يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال سواء كانت مملوكة بشكل كامل للشركة أو هناك شركاء خارجيين من دول العالم، هذا الأسطول يضم 25 سفينة مملوكة بالكامل لشركة ناقلات و44 سفينة بالشراكة مع مجموعة من الشركاء العالميين حول العالم. هناك أيضا 4 سفن لنقل غاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية. أيضا هذا الأسطول يضم سفن تستطيع وبإمكانها نقل أحجام ضخمة من الغاز الطبيعي المسال حول العالم، ومن هذه السفن 24 سفينة تعتبر تقليدية قدرتها الاستيعابية ما بين 145 ألف متر مكعب و 170 ألف متر مكعب، هذه هي الطاقة أو القدرة الاستيعابية لهذه السفن، ولكن لسفينة واحدة وليست بشكل مجمع. شركة ناقلات أيضا تضم 31 ناقلة من طراز كيو فليكس قدرتها الاستيعابية ما بين 210 ألاف متر مكعب و 217 ألف متر مكعب كطاقة وقدرة استيعابية لهذه السفن. في المقابل تضم أيضا أو يضم أيضا أسطول الشركة 14 ناقلة من طراز كيو ماكس تتراوح قدرتها الاستيعابية وطاقتها الاستيعابية ما بين 263 ألف متر مكعب و 266 ألف متر مكعب. المحصلة الكاملة للسفن التي تضمها أو يضمها أسطول شركة ناقلات بلغ 74 سفينة وناقلة ووحدة عائمة تخدم 30 دولة حول العالم، وتصل لـ90 محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال حول العالم. الاتفاقية الجديدة ستضيف للأسطول 4 ناقلات كدفعة أولى في مشروع
أو اتفاقية قد وقعت في إبريل من العام الماضي بلغت حوالي 11 مليار ريال. كانت تعتبر هذه الاتفاقية اتفاقية تاريخية في مجال قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال حول العالم، وتمتد هذه الاتفاقية حتى العام 2027 مع مجموعة هودونغ زونغوا الصينية تواكب طبعا التوسعات التي تتوجه إليها قطر للبترول في توسعات حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. طبعا من المتوقع أن تؤثر هذه الاتفاقية ربما على نمو أرباح شركة ناقلات، ونحن على بعد أيام من نتائج الربع الثالث لهذا العام. طبعا نتذكر وإياكم أرباح شركة ناقلات التي نمت خلال النصف الأول من هذا العام وبنحو 16% وبمحصلة إجمالية وصل وصلت لي 635 مليون ريال. حول هذا الموضوع مشاهدينا دعونا نشرك معنا في الحوار الصحفي الاقتصادي السيد شوقي مهدي، معنا مباشرة من مقر بورصة قطر. سيد شوقي أسعد الله صباحك. قطر البترول أعلنت بالأمس عن طلبها بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من الشركة الصينية. أولا، لماذا هذا الطلب الجديد عبر قطر للبترول، وهل لتوقيت هذا الطلب ربما دلالات تتعلق بسوق الغاز الطبيعي؟ أولا صباح الخير إيمان وروان عليك وضيوفك الكرام. بالتأكيد توقيت مهم لطلب ناقلات الغاز الطبيعي المسال، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال تحديات وارتفاع لاحظنا في السوق الآسيوي، ارتفاع وصل حوالي 400% و500% في السوق الأوروبي. العالم حاليا يشهد نقص في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. أهمية هذه الاتفاقية وكما تفضلت هي قد تكون هي دفعة أولى. إذا رجعنا إلى الوراء، في أبريل الماضي وقعت قطر البترول مع هودونغ نفس الشركة اتفاقية لحجز سعة في بناء السفن قد تصل إلى 11 مليار ريال. أيضا في خلال العام الماضي وقعت قطر للبترول اتفاقية تاريخية مع 3 شركات كورية لبناء 100 سفينة غاز طبيعي مسال بإجمالي 70 مليار ريال. بالتالي بشكل عام تكون قطر للبترول حجزت حوالي 60% من السعة أو القدرة العالمية لبناء السفن عالميا. السؤال، لماذا الصين؟ الصين هي تعد حاليا من كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال، يعني حاليا تستورد الصين حوالي 10 مليون طن سنويا. ولا ننسى أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع 3 اتفاقيات مع شركات صينية ب 2 مليون طن ومليون طن، والأخيرة قبل أسبوع ب 3.5 مليون طن. بالتالي متوقع بدخول الاتفاقات حيز التنفيذ في يناير المقبل أن يرتفع الصادرات. سأعود إليك مرة أخرى سيد شوقي مهدي. مشاهدة الكرام، وسنعود أيضا إلى الفقرة القانونية بإذن الله بعد مع سيد حمد اليافعي بعد نشرة الأخبار الاقتصادية التي ستوفينا فيها الزميلة إيمان الفايز، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى محطتنا الاقتصادية الإخبارية لهذا الصباح، والبداية بالعناوين. قطر للبترول تطلب بناء ناقلات للغاز المسال في الصين لأول مرة بقيمة 2,800 مليون ريال. انطلاق النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر هندسة المواصلات بمشاركة خبراء ومختصين بقطاع النقل. تلك كانت العناوين، وإلى حضراتكم التفاصيل. طلبت قطر للبترول بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جوغوان لبناء السفن المحدودة والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. قطر البترول ذكرت أن الناقلات 4 التي تزيد قيمة بنائها عن 2,800 مليون ريال تشكل الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال.
وفي شأن المتصل، وقعت مجموعة مقدام القابضة اتفاقية مع قطر للبترول لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمحطة إعادة تدوير الغاز بحقول تخان 2022. وقالت مقدام في بيان لها إن قيمة العقد تبلغ 63 مليون ريال ولمدة 13 شهرا، حيث ينتهي العقد في 9 نوفمبر من العام القادم. وبذلك تكون القيمة الإجمالية للعقود التي تم ترسيتها على مجموعة مقدام خلال العام الجاري قد تجاوزت 560 مليون ريال. انطلقت فعاليات النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر هندسة المواصلات الأول، وذلك برعاية وزارة المواصلات والاتصالات. تضم فعاليات المؤتمر الذي يتواصل لمدة 3 أيام جميع التخصصات الهندسية بمشاركة عدد من المختصين في جلسات المؤتمر والحلقات النقاشية، وكذلك عرض العديد من المنتجات الخاصة بأعمال قطاع النقل البري في المعرض المصاحب للمؤتمر. كشفت شركة مواني قطر عن تسجيل معدلات نمو في عمليات المناولة التي تمت في كافة المواني التجارية في الدولة الشهر الماضي، فقد استقبلت مواني قطر أكثر من 114 ألف طن من البضائع العامة، مسجلة زيادة قدرها 17% على أساس سنوي، كما شهدت مناولة الحاويات ومواد البناء نموا سنويا بنسبة 7% و15% على التوالي. تسجله الموانئ التجارية في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي يؤكد على قدرة خدماتها الملاحية في تلبية الاحتياجات المتنوعة لكافة قطاعات الدولة. فعلى مستوى العمليات التجارية، كشفت الأحصائيات الشهرية لشركة موانئ قطر التي تتولى مسؤولية إدارة هذه الموانئ أنها قدمت خدماتها إلى 297 سفينة خلال الشهر الماضي، واستقبلت نحو 129 ألف حاوية نمطية مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7%، بالإضافة إلى مناولة 114388 طنا من البضائع العامة مسجلة زيادة وصلت نسبتها إلى 17% على أساس سنوي. وصاحب هذا النمو نمو آخر في مناولة مواد البناء والإنشاءات بنسبة 15% مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك من خلال مناولة نحو 42 ألف طن، بما يؤكد انسيابية حركة المواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها. إلى جانب ذلك، تم خلال الشهر الماضي التعامل مع أكثر من 32 ألف رأس من الماشية، بالإضافة إلى استقبال ما يزيد عن 4300 وحدة من السيارات والمعدات. الخدمات المتنوعة التي تقدمها موانئ الدولة التجارية لوجهات متعددة حول العالم ساهمت بشكل كبير في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين، بما يضمن تعاظم معدلات التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي. افتتحت وزارة العدل مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين. وسيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات، أبرزها تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمستثمرين في مركز قطر للمال لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الأساسية وفي الوقت المناسب. يأتي افتتاح هذا المكتب لدعم المستثمرين خلال رحلة تأسيس أعمالهم في الدولة. حصدت شركة البنك التجاري للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك التجاري، جائزة تطبيق التداول عبر الجوال الأكثر ابتكارا في قطر لهذا العام من مجلة International Finance، وهي مجلة مصرفية عالمية تتخذ من لندن مقرا لها. البنك ذكر في بيان أن إجمالي العمليات عبر التطبيق قد ارتفع إلى 10 أضعاف حاليا. حصلت الشركة المتحدة للتنمية على شهادة ISO لقيامها بتطوير وتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال المطابقة للمعايير العالمية التي وضعتها المنظمة الدولية للمواصفات. وتم منح هذا التقدير الدولي للشركة بعد عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة لجميع خدماتها الحيوية، بما في ذلك إدارة الأعمال الهندسية والإنشائية وإدارة المناطق السكنية والتجارية وصيانة البنية التحتية للأصول التي تمتلكها وتديرها الشركة.
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم وبنسبة هامشية ليصل إلى مستويات 11450 نقطة، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 43 مليون سهم وبقيمة نهزت 120 مليون ريال جراء تنفيذ نحو 2700 صفقة. وبالانتقال للأسواق العالمية، فقد ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات الصباحية لهذا اليوم في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث صعد نيكي بنحو 1% إلى مستوى 29,044 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأكثر من 1% إلى مستوى 2006 نقاط تقريبا. على صعيد الخام، فقد هبطت أسعار النفط في التعاملات الصباحية لهذا اليوم قبل اجتماع تعقده أوبك بلس بشأن سياسة التوريد. تراجع سعر خام مزيج برنت بنحو 0.3% إلى 79 دولار و4 سنتات للبرميل، فيما انخفض سعر النفط الأمريكي نحو 14% إلى 75 دولار و61 سنت للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية. بهذا الخبر نختتم هذه النشرة، نعود الآن للزميل مروان لمتابعة ما تبقى معه من فقرات في برنامج جلسة الأعمال. تفضل مروان. شكرا لك إيمان، نعود بكم مشاهدي الكرام إلى الفقرة القانونية والمحامي حمد اليافعي، والتي نناقش فيها الإشكاليات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية ما بين المالك والمستأجر. مرة أخرى سيد حمد صباح الخير، أبدأ معك. نود أن نسلط الضوء على المشاكل الشائعة التي عادة ما تظهر ما بين ملاك العقارات والمستأجرين. صباح الخير مروان ومشاهدينا الكرام. في الحقيقة مواطنين دول مجلس التعاون والوافدين إلى دولة قطر يفضلون استئجار العقارات على الشراء بسبب بعض الظروف وبعض القوانين التي لا يستطيعون يعني شراء بعض العقارات في أماكن معينة. نتيجة هذا الاستئجار أو استئجار العقارات تحدث بعض المشاكل بين المستأجر والمؤجر، يعني تظهر أشكال عديدة في خلافات بين المؤجرين والمستأجرين. الإشكالية الأولى تعتبر يعني هي زيادة الإيجار، لأن زيادة الإيجار يجب أن تطلب من المؤجر للمستأجر بطريقة معينة، وضحها القانون وإخطار المستأجر. ربما يعني المستأجر يكون يعني غير قادر على هذه الزيادة، فيضطر المؤجر أيضا لمواكبة السرعة و ارتفاع الأسعار إلى طلب زيادة في الأجار. أيضا هناك إشكالية مهمة جدا يواجهها المؤجر، وهي عدم سداد الأجرة. لا مانع من يعني يكون اتفاق أن لا يدفع الأجرة شهر شهرين ثلاثة، ويكون بينهم اتفاق ويسددها في الوقت القريب، لكن بعض المؤجرين أو المستأجرين يتمادى في ذلك ولا يقوم بسداد الأجرة. ايضا هناك مشكله الاخلاء، ايضا عندما يرغب المستاجر او المؤجر في اخلاء العقار لا يخطر المستاجر لكي يخلي هذا العقار، فتصبح هناك اشكاليه بينهم. لكن اذا كان هذا المستاجر لا يقوم بسداد الاجره، فيجب عليه على المؤجر رفع دعوى وطلب اخلاء هذا العقار. ايضا يقوم بعض المؤجرين بقطع الخدمات الاساسيه مثل الكهرباء والماء على المستأجر، وهذا يخالف القانون. أيضا عندنا الإضرار بالممتلكات، هناك بعض المستأجرين من يقومون بتغيير ملامح هذا العقار وإرجاعه بطريقة سيئة جدا. نعم، في ظل طيب يعني هذه الإشكاليات التي تحدثت عنها سيد حمد، كيف يمكن أن يحد عقد الإيجار منها، سواء عبر البنود أو الضوابط التي ينبغي أن يتضمنها العقد؟ البنود والضوابط، أولا يجب أن يذكر اسم المؤجر كاملا وعنوانه الوطني، واسم المستأجر كاملا وعنوانه الوطني، مواصفات العقار ومساحته وأين يقع هذا العقار، بداية العقد وانتهاء العقد، مدة الأجرة، أيضا الشروط الواجبة لإخطار الطرفين. يعني اليوم أنت لو في أي إخلاء مثلا، ما يصير تجي اليوم أنت وتخلي العقار وتخلي العقار وتروح، يجب أن تخطره بمدة معينة، يقول لك قبل انتهاء العقد بشهرين بكتاب مسجل عبر البريد المسجل. ما يصير أنت تبعت له رسالة عن طريق الـ SMS وتقول له والله أنا راح أخلي العقار آخر السنة وراح أطلع مع انتهاء العقد.
هناك ضوابط معينة يجب ذكرها في العقد. أيضا موضوع شيك الضمان يجب أن يذكر في العقد ويكتب برقم الشيك ويذكر في هذا العقد، يعني على أساس ما نواجه مشاكل جنائية في المستقبل. في ظل تواجد هذه المشاكل والقضايا المتعلقة ما بين الملاك والمستأجرين، برأيك ما هي المقترحات لتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية؟ القضايا الإيجارية قضايا كثيرة والعقارات كثيرة، وهناك دعاوى كثيرة تنظر أمام لجنة فصل المنازعات الإيجارية، فيجد زيادة هذه اللجان للفصل بسرعة في هذه القضايا، والجماعة مش مقصرين لأن قاعدين يحاولون قد ما يقدرون في هذه المواضيع. الشيء اللي أنا أتمنى أن يتم في الوقت يعني قريبا إن شاء الله هو عقد موحد بين المالك والمستأجر، لأن اللي قاعدين نشوفه عقود من المكتبة هو توقع من الطرفين ويتم توثيقها، لكن إذا كان هناك عقد موثق نفس مثلا عقد العمل اللي يربط بين العامل ورب العمل شيء جميل جدا. أيضا توثيق العقد عقد الإيجار مهم وهو على عاتق المؤجر، فهذه الأمور كلها اجتمعت فيعني بتكون هناك تسهيل والقضايا راح تمشي بسرعة وتخلص إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر المحامي حمد اليافعي على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. اللحظة مشاهدة الكرام ننتقل وإياكم إلى أداء الأسواق العالمية والأسواق العربية والخليجية مرة أخرى، نعود إلى إيمان، تفضلي. شكرا مروان. مشاهدينا، البداية ببورصة قطر التي تشهد خلال هذه الجلسة ربما تقلبات ما بين المنطقة الحمراء والخضراء. هذه اللحظات نستقر على ارتفاعات طفيفة ومحدودة 0.4% ومستويات 11466 نقطة تقريبا. أحجام التداولات وصلت إلى 63 مليون سهم وبقيم فاقت 163 مليون ريال. يبدو أننا نشهد هدوء على صعيد حركة التداولات خلال هذه الجلسة. عدد الصفقات المنفذة فاق 3500 صفقة تقريبا. دعونا نتابع معا أداء القطاعات لهذا اليوم، والذي يشهد تباين هو الآخر. قطاع الاتصالات يقود التراجعات بأكثر من 16 نقطة المئوية مقابل 20%. كانت تراجعات القطاع العقاري حتى هذه اللحظة. التأمين يتراجع بأكثر من 10% مقابل ارتفاعات طفيفة ومحدودة للقطاع الصناعي، أبرز القطاعات التي دعمت أداء المؤشر مع نهاية تداولات جلسة الأمس. قطاع النقل بدوره يضيف أقل من 10% مكاسب لرصيده، وحوالي 10% كانت محصلة مكاسب البضائع والخدمات الاستهلاكية حتى هذه اللحظة. الأفضل أداء خلال هذه الجلسة البنوك والخدمات المالية الذي يضيف قرابة 20% كمكاسب لرصيدها. على صعيد الشركات المرتفعة التحويلية في صدارة القائمة الخضراء وبارتفاعات فاقت 23% تقريبا، 2% كانت ارتفاعات الإيجارة، 1.3% للطبية، وشركة زاد ترتفع بأكثر من 1.25%. القائمة الحمراء تضم بدورها الخليجي ب 2.25% تقريبا، 1% كيو ال ام انماء القابضة تنخفض ب 0.9 نقطة المئوية، واريد ب 0.9%. على صعيد الشركات الاكثر نشاطا، صناعات قطر في صدارتها 23,350,000 ريال، استثمار القابضة 20,500,000 ريال، وكيو ان بي ب 18,800,000 ريال، ومصرف الريان 9,500,000 ريال تقريبا. دعونا ننتقل للأسواق الخليجية التي تشهد تباين في الأداء خلال هذه اللحظات. السوق السعودي يعود للمنطقة الخضراء وبمكاسب وصلت إلى 0.25% مع 11,495 نقطة. السوق الكويتي ضمن نطاق المنطقة الحمراء وتراجعات ب 20% مستويات 7,489 نقطة. فيما يبدو أن سوق مسقط الأوراق المالية خلال هذه اللحظات يستقر عند 3,942 نقطة. الأسواق الأمريكية، داو جونز 1.6%، ستاندر أند بورس ينخفض 2%، وناسداك ب 2.18 نقطة المئوية.
طيب مشاهدينا دعونا الآن نستقبل وإياكم ضيفنا الكريم عبر سكايب السيد ناصر زهير رئيس قسم الاقتصاد السياسي بمعهد جنيف للدراسات. أسعد الله صباحك بكل خير سيد ناصر. فيما يتعلق باجتماع أوبيك بلس اليوم، تتجه الأنظار لهذا الاجتماع وما سيتمخض عنه من قرارات، هل برأيك سيكون هذا الاتفاق ملائما لموازنة أسعار الخام الحالية ربما كبح جماحها خلال الفترة القادمة؟ نعم، صباح الخير وتحية. يعني أعتقد بأن اجتماع هو مهم جدا في ضبط أسعار وأيضا ضبط العرض والطلب، لكن الحديث هو عن زيادة في نسبة 400%. لا أعتقد بأن هذه النسبة هي كافية في الوقت الحالي، يعني نحتاج بالفعل إلى مدينة الجهود للحفاظ على أسعار إطار السعر كما يقولون، وأيضا نجاح أوبيك تكون مرتبطة في توافق المجموعة على زيادة الإنتاج. أمامنا سنكون اختلافات كما كان في الاجتماع. سيد ناصر سنعود إليك مرة أخرى. أذهب إلى شوقي مهدي في بورصة قطر. شوقي، ما زالت البورصة القطرية كما نتابع تواصل ارتفاعاتها اليوم، يعني على وقع أيضا انخفاضات حادة على في الأسواق الآسيوية، إيفرغراند وتفاعلاتها مع الأسواق العالمية، حتى بورصة قطر الوحيدة اليوم في ضوء هذه الارتفاعات التي امتدت على مدار أسبوعين، أين تتجه الأمور؟ ما هي الأسباب برأيك العميقة لهذه الارتفاعات المتتالية؟ يرتاح قليلا لكن على مدار أسبوعين سجلنا كسر لثلاث مستويات مهمة، آخرها كان 11500 نقطة. صحيح مروان، يعني إذا نظرنا من جلسة اليوم هي مؤشر لما حدث خلال الأيام الماضية، هنالك تقلبات، بدأت المؤشر بدأت أخضر ومن ثم تحول اللون الأحمر والأخضر، هنالك تقلبات بسبع عمليات مضاربية. الارتفاعات التي حدثت والتي ذكرتها أنت خلال الفترة الماضية كانت مدفوعة بسبب أساسي بالنشاط على القطاع الصناعي الذي تفعلت الشركات قطاع الصناعي مع ارتفاع أسعار النفط عالميا أولا وارتفاع أسعار المنتجات الصناعية وبشكل خاص قطاع البتروكيماويات. رأينا كيف ارتفعت أسعار البتروكيماويات بحوالي 51% في النصف الأول، وتواصل الارتفاع بسبب زيادة النشاط الصناعي من جهة وشح المعروض العالمي من المنتجات البتروكيماويات. هذا بشكل عام انعكس بشكل إيجابي على أداء مؤشر القطاع الصناعي، وهو كان القائد الرئيسي للمؤشر ليختبر مستويات فنية. وصلنا مستويات 11100 ومن ثم 200، والآن وصلنا مستويات فنية جديدة. الآن المؤشر يلتقط أنفاسه وهذا طبيعي، هنالك عمليات مضاربة وجني أرباح، وقد تكون عمليات بناء مراكز مالية على خلفية الإفصاحات عن الربع الثالث التي تبدأ الأسبوع المقبل. حوالي 15 شركة تقريبا أعلنت عن مواقيت إعلان النتائج ربع السنوية. طيب، في الربع الثالث. طيب شوقي، نذهب إلى السيد تركي فدعق الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي معنا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض. مرحبا بك سيد تركي. البورصة السعودية حققت مكاسب في نهاية سبتمبر للشهر التاسع على التوالي، هل ترى أنه سنرى امتداد لهذا الارتفاع خلال شهور الربع الأخير من العام الجاري؟ شكرا جزيلا بداية على الاستضافة السيد الكريم. نحن مع مطلع أكتوبر بدأ موسم إعلانات النتائج للربع الثالث للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، لأجل ذلك بالرغم من وصول مؤشر السوق إلى أعلى مستوياته منذ فترة زمنية طويلة، هو لامس 11500 نقطة، ولكن هنالك داعم نحو رئيسي وهو ارتفاع مستويات أسعار البترول إلى مستوياتها العليا بحدود 79 إلى 80 دولار، وهذا الأمر يحفز التوقعات الإيجابية فيما يخص الموازنة العامة بانخفاض الحجم المتوقع. ومن جانب آخر من المتوقع أن تحقق شركات البتروكيماويات لهذا السبب تحديدا أرباح أعلى من الربع الثاني والربع الأول. موسم إعلانات النتائج سوف تأتي في ظلاله نتائج الشركات وتحركاتها بالتوقعات الإيجابية في أرباح البتروكيماويات وأرباح. نعم نعم،
طيب سيد تركي، نذهب مرة أخرى إلى السيد ناصر زهير، وكنا قد سألناك سيد ناصر عن توقعاتك لاجتماع أوبك، ما هي توقعاتك بشأن هذا الاجتماع المرتقب؟ نعم، تحياتي لكم. يعني أعتقد بأنه سيكون هناك خلافات في هذا الاجتماع، لأننا سنكون أمام خيارين، إما الزيادة بنفس النسبة المتفق عليها، وأننا سنذهب إلى ضرورة الزيادة الأكبر في نسبة الإنتاج لموازنة السوق. أيضا لدينا عامل مهم وهو طلب الولايات المتحدة، وإن كان في الكواليس، بزيادة الإنتاج لضبط ارتفاع أسعار النفط، لأن أسعار النفط مرتفعة سيعني بأن هناك تباطؤ في نمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي ترغب بأسعار نفط أقل في الفترة الحالية. ولكن إلى حد هذه اللحظة أعتقد بأن الزيادة بنسبة 400 ألف برميل غير كافية، يجب أن يكون هناك تحرك آخر، إما بإطلاق وعود بزيادة الإنتاج إذا اقتضت الحاجة، أو أننا سنكون في إطار زيادة فورية في هذا الاجتماع. نعم، طيب سيد ناصر، دعنا نتحدث عن انعكاسات ذلك على الأسواق وول ستريت تحديدا. سيكون هناك انعكاسات، أعتقد بأنها ستكون في إطار إيجابي في أغلب الأحيان، لأن ارتفاع أسعار النفط دائما ما ينعكس بشكل شبه إيجابي على أسواق النفط. ولكن على الجانب الآخر سيكون هناك تأثير على القطاع الصناعي، لأن زيادة أسعار النفط يعني زيادة أكثر في بالنسبة للإنفاق في القطاعات الصناعية، وسيكون هناك نوعا ما آلية من عدم الثقة، أو دعني أقول الاهتزازات، يعني النتائج غير مضمونة كيف ستكون، لأن الاستقرار هو العامل الأهم. يعني الآن هناك تخوف من أننا قد نذهب إلى أسعار بنسبة 90 دولار مثلا أو أكثر بالنسبة لأسعار النفط، إذا ما استمر السير بالمعدل الحالي، بأنه لدينا أزمة في الغاز في المحروقات، ومن ثم أزمات أخرى ستكون في الفترة القادمة، بالتالي لا توجد آلية لاستقرار أسعار النفط. أيضا العامل المهم هو الرغبة العالمية دائما في أسعار نفط عادلة كما تسمى، ما بين المنتجين وما بين المستهلكين، لأن زيادة الأسعار ستعني ضرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو الدول الأكثر استهلاكا، وهذا ما لا تريده على الأقل في التوقيت الحالي، لأننا نخرج من جائحة كورونا، عجلة الاقتصاد لا زالت ثقيلة ولا ترغب بأزمة طاقة جديدة في العالم. وأيضا العامل الآخر والمهم والأخير واضح هو سيد ناصر، فلات مجموعة أوبك بلس بأن زيادة في الإنتاج. أشكرك جزيل الشكر من باريس، كان معنا سيد ناصر زهير مدير مركز جنيف للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. بالعودة من جديد للخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي من العاصمة السعودية الرياض السيد تركي. سيد تركي، لو تحدثنا عن تقرير شركة الجزيرة كابيتال الصادر بالأمس، فقد تحدث هذا التقرير تحديدا عن توقعات جيدة فيما يتعلق بأداء شركات قطاع البنوك خلال الربع الثالث من هذا العام، خاصة المصرف الراجحي المتوقع أن يسجل نمو بنسبة 38%. ما هي توقعاتك بالنسبة لقطاع البنوك قطاع البنوك السعودي وهذا القطاع القيادي ضمن المؤشر السعودي؟ تفضل. من المتوقع أن يحقق قطاع البنوك السعودي في الربع الثالث نمو في الأرباح بمعدل سنوي من 26% إلى 35%، مجموعا بنمو التمويل والقروض مقارنة بالفترة السابقة العام الماضي. تحركات القطاع كانت عالية، فمنذ مطلع العام حتى يوم أمس كان ارتفاعه بحدود 49% مطلع. لأجل ذلك سوف نترقب النتائج وانعكاسها على أداء أسهم المدرجة تحديدا في. نعم السيد تركي فضعق الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم بإذن الله مشاهدي الكرام في تغطيتنا الاقتصادية عبر شاشة تلفزيون قطر، نلقاكم إن شاء الله الواحدة بتوقيت الدوحة، ونشرة اقتصادية فيها إغلاقات أيضا البورصة القطرية. نشكركم على طيب متابعتكم ونلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.